فواتير المشتريات الخارجية عند فتح الاعتمادات المستندية، وعندما يكون هناك أكثر من مصروف أو عبء على هذه الفاتورة. تعتبر فواتير المشتريات الخارجية التي تستخدم بشكل كبير جداً من قبل الشركات والمؤسسات والتجار والعملاء من الفواتير المهمة. ويقصد بفواتير المشتريات الخارجية عند فتح الاعتماد، هي تلك البضائع أو السلع التي يتم شراؤها من الخارج. ويكون عليها أعباء مختلفة أو مصاريف مختلفة يجب تحميلها على قيمة هذه الفاتورة. نظرا لأهمية فواتير المشتريات الخارجية عند فتح الاعتمادات المستندية سأوضح الآن الخطوات الواجب اتباعها من أجل أن يتم تنفيذ هذه الفاتورة في حالة فتح الاعتماد المستندي بطريقة صحيحة وسليمة قبل البدء بتوضيح خطوات تنفيذ هذه الفاتوره لابد ان نوضح انواع فواتير المشتريات الخارجيه عند فتح الاعتمادات المستنديه نبدا اولا بالدخول الى اداره المشتريات العمليات تكلفه المشتريات الخارجيه نلاحظ في شاشه تكلفه المشتريات الخارجيه وجود ثلاثه انواع للفاتوره طريقه الفوب طريقه السي اي وطريقه السي اف طريقه الفوب يقصد بها ان المشتري او التاجر سوف يتحمل جميع المصاريف والاعباء والتكاليف المرتبطه بهذه الفاتوره فمثلا يتحمل المشتري قيمه الفاتوره المتمثل باعتماد الفاتوره كذلك مصاريف الشحن مصاريف الجمارك والمصروفات الاخرى والتامين والمصاريف البنكيه سوف يتحملها المشتري أما طريقة CIF فنلاحظ عند التأشير عليها نلاحظ أن حساب أو مصروف الشحن ومصروف التأمين يصبح باهت غير مفعل معنى ذلك أن المشتري سوف يتحمل قيمة البضاعة المرتبط باعتماد الفاتورة والجمارك والمصروفات الأخرى والمصاريف البنكية فقط أما التأمين والشحن فإن المشتري لن يقوم بتحمل هذه المصاريف او هذه التكاليف او هذه الاعباء. اما طريقه السي اف فنلاحظ ان جميع المصاريف يتحملها المشتري ما عدا الشحن، اي ان قيمه الفاتوره، الجمارك، المصروفات الاخرى، التامين، المصاريف البنكيه سوف يتحملها المشتري ما عدا الشحن. الان وبعد قيامنا بتوضيح أنواع فواتير المشتريات الخارجية عند فتح الاعتمادات المختلفة، نبدأ الآن بتوضيح أهم الخطوات وأهم الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تنفيذ فاتورة المشتريات الخارجية، نبدأ أولاً بعرض مثال توضيحي لعملية شراء من الخارج وتحميل هذه الفاتورة بما يخصها من التكاليف والاعباء المختلفه فاتوره المشتريات الخارجيه في حاله فتح الاعتمادات المستنديه نقوم الآن بعرض المثال التالي تم شراء الأصناف التالية من شركة الراشد التجارية بالدولار وقد تم فتح الاعتماد المستند لصالحه في بنك التضامن الإسلامي دولار اسم الأصناف ظاهرة أمامكم الكميات ظاهرة أمامكم تكلفة الشراء ملاحظة وصلت الكميات كاملة ما عدا تلفون آيفون 6 وصلت 220 حبة أي أن ايفون 6 الكميه الموجوده في الفاتوره 230 الكميات التي وصلت فعلا الى المخازن هي 220 حبه اي ان هناك 10 حبات تعتبر اصناف مفقوده. الطريقه المستخدمه في احتساب التكاليف واضافتها على هذه الفاتوره هي طريقه الفوب اي المصاريف التاليه طريقه احتساب التكاليف هي طريقة الفوب أي أن المشتري سوف يتحمل قيمة الفاتورة زائدا المصاريف التالية الشحن المبلغ المدفوع 2000 دولار تم دفعه من الصندوق دولار نقدا طبعا تأمين 1000 دولار تم دفعه من الصندوق دولار مصاريف الجمارك 500 ألف ريال دفعت من الصندوق ريال مصروفات أخرى 100 ألف ريال دفعت من الصندوق ريال مصروفات بنكية 200 دولار دفعت من بنك التضامن دولار. هذه الطريقة هي طريقة الفوب. أما طريقة السي أي إف فسوف يتحمل المشتري جميع المصاريف ما عدا الشحن والتأمين. أما طريقة السي في يتحمل المشتري جميع المصروفات ما عدا الشحن. الآن نوضح أهم الخطوات، أهم الإجراءات بشكل نظري. ثم نبدأ بتنفيذ الخطوات العملية في نظام يمن المتكامل من أجل إجراء فاتورة مشتريات خارجية خطوات عمل فاتورة مشتريات الخارجية أولا المدخلات أو الحسابات والأشياء الواجب إدخالها في الشاشات المختلفة قبل تنفيذ فاتورة المشتريات أولا إضافة العملة دولار فإذا كانت الفاتورة بالدولار يجب أن يتم إضافة العملة دولار في شاشة العملات. وكذلك إذا كانت الفاتورة بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي قبل تنفيذ الفاتورة يجب إضافة تلك العملات في شاشة العملات وإدخال سعر الصرف أو التحويل الخاص بها. هذا الإجراء الأول. الإجراء الثاني إضافة المورد شركة الراشد طبعا بالدولار في كل من. أولا يجب إضافته في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة في جانب الموردين كمورد إذا إضافة المورد شركة الراشد في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة في جانب الموردين كذلك يجب إضافة المورد شركة الراشد في بيانات الموردين ويتم الدخول إليها من إدارة المشتريات ثم المدخلات الأساسية ثم بيانات الموردين في بيانات الموردين يتم ادخال حساب ورقم شركه الراشد الاجراء الثالث فتح الاعتمادات المستنديه الخاصه بفاتوره الراشد التجاريه ويتم ذلك من خلال الذهاب الى الدليل المحاسبي وفي جانب الاصول المتداوله يتم فتح الاعتمادات المستندية لقيمة الفاتورة بالاضافة الى بقية المصاريف والاعتمادات التي تم فتحها على النحو التالي. يتم الذهاب الى الاصول المتداولة ثم فتح اعتماد بالشكل الظاهر امامكم فاتورة الرشد كحساب رئيسي ثم بعد ذلك يتم فتح اعتماد فاتورة الراشد دولار ثم اعتماد الشحن دولار. ثم اعتماد الجمارك ريال المصروفات الاضافيه ريال تامين دولار مصروفات بنكيه دولار اي انه يتم فتح الاعتمادات حسب العمله التي دفعت بها ملاحظه بسيطه تعتبر شاشه او اعتماد فاتوره الراشد حساب رئيسي ثم نفرع منه اعتماد فاتوره الراشد بالدولار وبقيه الاعتمادات الظاهره امامكم أما الخطوة الرابعة هو أن يتم إضافة حساب التسعيرة والأصناف المفقودة، فحساب التسعيرة هو حساب وسيط، الاعتمادات المستندية التي تم فتحها سيتم إقفالها في حساب التسعيرة، ثم حساب التسعيرة يتم إقفاله في حساب المخزون، كذلك حساب الأصناف المفقودة فنحن نلاحظ أن الكميات التي تم شراء في آيفون 6 في الفاتورة 230 حبة بينما الكميات الواصلة فعلا في إذن التوريد المخزني 220 أي أن هناك 10 حبات تعتبر أصناف مفقودة فيتم إضافتها بعملة الفاتورة في كل من في الأصول المتداولة في الدليل المحاسبي في جانب الأصول المتداولة كذلك إضافتها في جانب أو في الحسابات الوسيطة في تهيئة النظام في إدارة الحسابات. الآن قمنا بتوضيح الأشياء الواجب إتباعها أو إدخالها في الدليل المحاسبة والشاشات المختلفة. نوضح الآن الخطوات الواجب تنفيذها الإجرائية في النظام بشكل نظري قبل أن نبدأ بشرح تلك الخطوات بشكل عملي في نظام المتكامل. فالخطوة الأولى الواجب تنفيذها في فاتورات المشتريات الخارجية بعد أن يتم إدخال جميع الأشياء التي تم ذكرها سابقا ما يلي واحد عمل فاتورة مشتريات فيتم إدخال حساب الراشد وإدخال الأصناف التي تم شراؤها ثم لابد من حفظ وتسجيل مبلغ الفاتورة واحد وخمسين ألف دولار بد من تسجيل مبلغ الفاتورة لأن هذا المبلغ سيتم إثباته في القيد اليومي عند اثبات قيمه هذه الفاتوره، ثم بعد ذلك يتم عمل اذن توريد مخزني، واذن التوريد هو عباره عن محضر فحص واستلام، الغرض منه ادخال الكميات الواصله فعلا. فنلاحظ ان الكميات الواصله فعلا تليفون ايفون 6 203 هذه بالفاتوره. اما الكميات التي وصلت فعلا في اذن التوريد المخزن هي 220 حبه فيتم في اذن التوريد اختيار المخزن وادخال الكميات الواصله فعلا ثم بعد ذلك يتم الذهاب الى اداره الحسابات وتنفيذ القيد اليومي الخاص بعمليات شراء بالاجل وكذلك اثبات المصروفات الخاصه بالاعتمادات المختلفه التي تم سدادها. فيتم عمل قيد يومي أو سندات صرف فيتم عمل قيد يومي تكون حسابات الاعتمادات في الطرف المدين بالشكل الظاهر أمامكم بينما في الطرف الدائن يظهر ما يلي قيمة الفاتورة أو اعتماد فاتورة الراشد مبلغ وخمسين ألف يقابلها في الطرف الدائن حساب المورد شركة الراشد بالشكل الظاهر أمامكم اعتماد الشحن تم دفعه دولار اعتماد التأمين دولار يقابله في الطرف الدائن صندوق دولار، الجمارك المصروفات الأخرى تم دفعها بالريال يقابلها بالطرف الدائن صندوق ريال، اعتمادات مصروفات بنكية بالدولار يقابلها بالطرف الدائن بنك التضامن الإسلامي دولار، أي أن الطرف الدائن يمثل الجهة التي تم الشراء منها أو تم دفع المبالغ الخاصة بتلك الاعتمادات وتلك الاعباء منها. وبعد عملية القيد اليومي والترحيل يتم احتساب تكلفة المشتريات الخارجية بالشكل الظاهر امامكم فيتم اختيار الفاتورة وتحديد الطريقة وإنزال الاعتمادات أرقام الاعتمادات ثم الضغط على زر الحاسبة لاحتساب التكلفة ثم الحفظ وإقفال. الاعتماد، الآن قمنا بشرح خطوات تنفيذ فاتورة المشتريات الخارجية بشكل نظري، نبدأ الآن الخطوات العملية، الخطوات التنفيذية من أجل توضيح كيفية عمل فاتورة مشتريات خارجية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتحميل تلك الفاتورة، وتلك الأصناف، وتلك البضائع، وتلك السلع بما يخصها. من الأعباء على النحو التالي بعد قيامنا بتوضيح الإجراءات والخطوات الواجب تنفيذها من أجل عمل فاتورة مشتريات خارجية وتحميل الفاتورة وتحميل البضاعة وتحميل الأصناف والسلع بما يخصها من أعباء ومصاريف نوضح الآن الخطوات التنفيذية من أجل البدء بعمل فاتورة مشتريات خارجية عند فتح الاعتمادات المستندية نعود إلى المثال الذي عرضناه سابقا تم شراء الأصناف التالية من شركة الراشد التجارية بالدولار من مدينة دبي وقد تم فتح الاعتماد المستندي للصالح في بنك التضامن الإسلامي دولار الأصناف ظاهرة أمامكم الكمية تكلفة الشراء ملاحظة بسيطة الكميات وصلت كاملة ما عدا تلفون آيفون 6 وصلت 220 حبة في الفاتورة مسجل 230 أما في إذن التوريد المخزني عند عملية الفحص وإدخالها إلى المخازن اتضح أن الكمية الواصلة فعلا 220 أي أن هناك 10 حبات تعتبر أصناف مفقودة الطريقة المستخدمة والمتبعة في احتساب التكاليف وتحميلها على قيمة الفاتورة هي طريقة الفوب اي ان المشتري سوف يتحمل جميع المصاريف والاعتمادات والتكاليف المختلفة فهو سيتحمل قيمة البضاعة كما انه سوف يتحمل تكاليف الشحن والتأمين والجمارك والمصروفات الاخرى والمصروفات البنكية فالشحن 2000 دولار دفعت من الصندوق دولار والتأمين 1000 دولار دفع كذلك من الصندوق دولار الجمارك 500000 ريال دفعت من الصندوق ريال مصروفات أخرى مئة ألف دفعت من الصندوق ريال مصروفات بنكية مئتين دولار دفعت من بنك التضامن دولار نبدأ الآن بإدخال هذه المعلومات وهذه البيانات في نظام من المتكامل على النحو التالي الخطوة الأولى لابد من إضافة شركة الراشد كمورد في الدليل المحاسبي وإضافتها كذلك في شاشة بيانات الموردين في المدخلات الأساسية في إدارة المشتريات. الخطوة الثانية يجب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالفاتورة شحن، تأمين، جمارك، مصروفات أخرى، مصروفات بنكية في الدليل المحاسبي. يجب كذلك إضافة حساب. الاصناف المفقوده وحساب التسعيره في جانب الاصول المتداوله في الدليل المحاسبي والحسابات الوسيطه وقبل هذا كله يجب ان يتم اضافه عمله الفاتوره اي الدولار والتاكد من انها موجوده في شاشه تهيئه العملات، اذا نبدا الاول بالتاكد من ان العمله موجوده في شاشه تهيئه العملات، فاذا ما كانت مثلا فاتوره اخرى بالريال السعودي يجب اضافتها في شاشه العملات او بالدرهم الاماراتي يجب اضافتها كذلك في شاشه العملات وللتاكد من وجود العمله دولار في شاشه تهيئه العملات يتم الدخول الى اداره الحسابات، تهيئه النظام، العملات، يتم البحث بهذه الطريقه، نلاحظ ان الدولار موجود اذا عمله الفاتوره اي عمله حساب شركه الراشد دولار موجوده في بيانات العملات. الخطوه الثانيه يتم اضافه حساب المورد الراشد في الدليل المحاسبي وشاشه بيانات الموردين. يتم الدخول الى الدليل المحاسبي من خلال الدخول الى اداره الحسابات المدخلات الاساسيه الدليل المحاسبي يتم الضغط على زر البحث. ثم اف 9 والضغط على المربع الموجب كمعلومه محاسبيه حساب الموردين تضاف في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداوله فيتم الدخول الى ثم الخصوم المتداوله او الالتزامات المتداوله ثم الحسابات الدائنه ثم موردون خارجيون حساب رئيسي نقوم بفتحه نلاحظ أن آخر حساب متفرع من الموردون الخارجيون هو شركة هاي تيك رقمها اثنين اثنين واحد صفر اثنين صفر صفر اثنين أي أن شركة الراشد التجارية سوف يكون رقمها اثنين اثنين واحد صفر اثنين صفر صفر ثلاثة الحساب الرئيسي التي تتفرع منه شركة الراشد هو الموردون الخارجيون اثنين اثنين واحد صفر اثنين ما علينا من أجل الإضافة شركة راشد إلى الدليل المحاسبي إلا أن نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نقوم بإدخال آخر رقم اثنين بيكون اثنين اثنين واحد صفر اثنين صفر صفر ثلاثة الحساب الرئيسي الذي تتفرع منه شركة الراشد هي الموردون الخارجيون اثنين اثنين واحد صفر اثنين اثنين واحد صفر اثنين اسم الحساب العربي شركة الراشد طبعا عملتها دولار نقوم بادخاله نوع الحساب فرعي عملة الحساب دولار نقوم الان بعمليه الحفظ بعد قيامنا بادخال المورد شركة الراشد في الدليل المحاسبي يتم اضافته كذلك في شاشه بيانات الموردين في اداره المشتريات فيتم الخروج من الدليل المحاسبي والذهاب الى اداره المشتريات المدخلات بيانات الموردين يتم الضغط على زر الاضافه الضغط على اف 9 ثم نبحث عن حساب شركه الراشد في جانب الخصوم او الالتزامات المتداوله تبدا برقم 2 شركه الراشد ظاهره امامنا نقوم باختيارها رقم حساب شركة الراشد في الدليل المحاسبي هو الحساب الظاهر أمامكم سوف يكون رقمها في بيانات الموردين إما نفس الحساب أو نفس الرقم الظاهر أمامنا أو نقوم باختيار الثلاثة الأرقام الأخيرة من حساب شركة الراشد صفر, صفر ثلاثة نستطيع إدخال نفس الرقم كاملا أو الثلاثة الأرقام الأخيرة من شركة المورد الراشد ثم نقوم بعملية الحفظ. إذا ما أردنا الاستعراض نقوم بالضغط على زر البحث نلاحظ ظهور جميع الموردين الذين تم إضافتهم في شاشة بيانات الموردين. نعود مرة أخرى إلى الدليل المحاسبي لإضافة بقية الحسابات الواجب إدخالها وإدراجها في الدليل المحاسبي. الآن نبدأ بإدخال وفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بفاتورة شركة الراشد بالدولار، فإذا ما عدنا إلى التطبيق الخاص بنا نلاحظ أن الطريقة المستخدمة في احتساب التكاليف التي سوف تضاف على فاتورة شركة الراشد التجارية هي طريقة الفوب، وطريقة الفوب تنص على أنه لابد من فتح اعتماد خاص بالشحن وبالتأمين والجمارك والمصروفات الأخرى والمصروفات البنكية بالإضافة إلى اعتماد خاص بقيمة فاتورة الشراء. نبدأ الآن بإدخال هذه الاعتمادات وإدراجها وإضافتها في الدليل المحاسبي بناءً على عملتها. فالشحن والتأمين تم دفعهما بالدولار، فلا بد إضافة في الدليل المحاسبي الدولار. الجمارك والمصروفات الأخرى دُفعت بالريال، إذاً إضافة في الدليل المحاسبي بالريال. المصروفات البنكية دفعت بالدولار اذا تضاف في الدليل المحاسبي بالدولار نعود مرة اخرى الى الدليل المحاسبي ما علينا الا اتباع الخطوات التالية من اجل اضافة الاعتمادات المستندية طبعا الاعتمادات المستندية تضاف في جانب الاصول المتداولة نقوم بالضغط على زر البحث ثم الضغط على اف 9 ثم نفتح المربع الموجب الاصول الاصول المتداوله نلاحظ حساب رئيسي اسمه الاعتمادات الخارجية إذا لم يكن مضاف بالدليل المحاسبي يتم إضافته طبعا تختلف أرقام الاعتمادات من دليل إلى آخر ومن شركات إلى أخرى المهم أن اعتمادات المشتريات الخارجية الاعتماد المستند تضاف في الدليل المحاسبي في جانب الأصول المتداولة الآن نبدأ بإضافة أول اعتماد خاص بالاعتمادات الخارجية وهو اعتماد فاتورة الراشد طبعا سوف يكون حساب رئيسي ثم نفرع منه اعتماد الفاتورة بالدولار والشحن والتأمين بالدولار والجمارك والمصروفات الأخرى بالريال والمصروفات البنكيه بالدولار حسب العمله التي تم الدفع بها. ما علينا من اجل الاضافه الا الضغط على زر الاضافه. طبعا سوف يكون اول اعتماد رقمه 12701. واحد. طبعا الصفر واحد هذا معناه انني استطيع ان افرع من الاعتمادات الخارجيه اكثر من 99 حساب. طبعا الحساب الرئيسي الاعتماد فاتورة الراشد سوف يكون الاعتمادات الخارجية رقمها واحد اثنين سبعة اسم الحساب العربي اعتماد فاتورة الر... حساب رئيسي والحساب الرئيسي كما قلنا في شاشة الدليل المحاسبي في نظام متكامل يكون بعملة النظام أي بالريال ثم نفرع منه اعتماد فاتورة الراشد بالدولار نقوم الآن بكتابة اسم الحساب اعتماد فاتورة الراشد نوع الحساب طبعا رئيسي عملة الحساب الرئيسي ريال ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نبدأ بتفريع الاعتمادات الخاصة باعتماد الفاتورة بالدولار الخاصة فاتورة الراشد ثم الشحن والتأمين بالدولار ثم الجمارك والمصروفات الأخرى بالريال ثم المصروفات البنكية بالدولار حسب العملة التي تم الدفع بها مع كده ضغط على زر البحث ثم اف تسعة اصول اصول متداولة الاعتمادات الخارجية نلاحظ اعتماد فاتورة الراشد ظهر امامنا طبعا حساب رئيسي الان نفرع منه على النحو التالي اضافة واحد سبعة صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي الخاص باعتماد فاتورة الراشد بالدولار هو اعتماد الفاتورة كحساب رئيسي بالريال واحد اثنين سبعة صفر واحد الظاهر امامنا ثم نقوم بكتابة اعتماد فاتورة طبعا دولار بالعملة التي تم الدفع بها أو الشراء بها نوع الحساب فرعي عملة الحساب دولار ثم حفظ الآن نقوم بإضافة اعتماد الشاحن ما عليك إلا الضغط على زر البحث ثم الضغط على F9 أو إدخال رقم الاعتماد إف تسعة نلاحظ ظهور الاعتماد أمامنا نقوم الآن بإضافة الشحن سوف يكون رقمه واحد اتنين سبعة صفر واحد صفر صفر اثنين يتم الضغط على زر الإضافة واحد اتنين سبعة صفر واحد صفر صفر اثنين الحساب الرئيسي المتفرع من اعتماد فاتورة الراشد واحد اتنين سبعة صفر واحد ثم نكتب اعتماد شحن بالعملة التي تم الدفع بها دولار ثم نوع الحساب فرعي عملة الدولار، ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بإضافة اعتماد التأمين بحث واحد اثنين سبعة صفر واحد اف تسعة اعتماد الفاتورة نلاحظ ظهور اعتماد الشحن الآن نقوم بإضافة اعتماد التأمين بيكون رقم هو واحد اثنين صفر واحد صفر صفر ثلاثة يتم الضغط على زر الإضافة الحساب الرئيسي الخاص بها باعتماد تامين هو اعتماد فاتورة الراشد كحساب رئيسي ظاهر أمامنا ثم اعتماد تأمين طبعا عملته دولار نوع الحساب فرعي عملته دولار ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بإضافة اعتماد الجمارك معليك لضغط على زر البحث واحد اعتماد فاتورة الراشد كحساب رئيسي ثم اف تسعة نلاحظ ظهور الاعتمادات بالشكل الظاهر امامنا الا نقوم باعتماد الجمارك شوف يقول رقمه يكون رقمه واحد سبعة صفر واحد صفر صفر اربعة الحساب الرئيسي له واحد سبعة صفر واحد اعتماد فاتورة الراشد ثم اعتماد الجمارك دفعات بالريال اكتب ريال نوع الحساب فرعي عملته ريال نقوم باختياره ثم حفظ الآن نقوم بإضافة اعتماد مصروفات أخرى بحث واحد اثنين سبعة صفر واحد اف تسعة نلاحظ ظهور اعتماد الجمارك سوف يكون اعتماد المصروفات الأخرى صفر صفر خمسة إذا إضافة واحد اثنين سبعة صفر واحد صفر صفر خمسة الحساب الرئيسي له واحد اثنين سبعة صفر واحد اعتماد مصروفات أخرى طبعا ريال دفعة الريال دفعت بالريال. نوع الحساب فرعي ريال عملات ثم نقوم بعملية الحفظ الآن الحساب الأخير الذي سوف يتم إضافته هو مصروفات بنكية بحث واحد اثنين سبعة صفر واحد اعتماد الفاتورة الخاصة بالراشد إضافة سبعة صفر واحد صفر صفر ستة الحساب الرئيسي هو حساب واحد صفر واحد إعتماد مصروفات بنكية دفعات دولار نوع الحساب فرعي عملته دولار نقوم بعملية الحفظ فإذا ما أردنا استعراض الإعتماد كاملتان بحث f أصول أصول متداولة الاعتماد الخارجية نلاحظ أن هذا أول اعتماد اعتماد فاتورة الراشد طبعا إذا هناك اعتماد آخر سوف يكون رقم هو 12702 واعتماد ثالث 12703 وهكذا ثم نفتح الاعتماد الخاص بفاتورة الراشد نلاحظ ظهور جميع الاعتمادات الظاهرة أمامكم أو نقوم بالضغط على زر البحث ثم الحساب الرئيسي للاعتماد التسعه نلاحظ ظهور اعتماد فاتوره الراشد طبعا هذه الطريقه هي طريقه الفوب فطريقه الفوب تقوم على اساس ما يلي ان جميع الاعتمادات سواء اعتماد الفاتوره والشحن والجمارك والمصروفات الاخرى والتامين والمصاريف البنكية يتحملها المشتري أي أنه يتم إضافتها في الدليل المحاسبي كاملة إذا كانت طريقة الفوب. أما إذا كانت الطريقة طريقة سي آي اف فإن المشتري يتحمل جميع المصاريف ابتداءً بقيمة الفاتورة مثلاً ثم الجمارك والمصروفات الأخرى والبنكية. أما الشحن والتأمين فانه لن يتحمله وبالتالي لن يتم اضافته في الدليل المحاسبي اما طريقه السي اف فيتحمل المشتري جميع الاعتمادات ابتداء بقيمه الفاتوره اعتماد الفاتوره الجمارك الاخرى التامين البنكيه اما اعتماد الشحن فانه لن يتحمله المشتري ومن ثم لن يتم اضافته في شاشه الدليل المحاسبي نعود مرة أخرى إلى شاشة الدليل المحاسبي بعد قيامنا بإضافة الاعتمادات الآن يتبقى لنا إضافة حسابين مهمين هما حساب التسعيرة وحساب الأصناف المفقودة كما ذكرناه في الشرح النظري فبعد إضافة الاعتمادات لابد أن يتم إضافة حسابات التسعيرة والأصناف المفقودة طبعا بعملة الفاتورة في كل من في الدليل المحاسبي في جانب الأصول المتداولة وكذلك في الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات نعود مرة أخرى إلى شاشة الدليل المحاسبي يتم الضغط على زر البحث ثم F9 أصول أصول متداولة لأن حساب التسعيرة والأصناف المفقودة يتم إضافتها في جانب الأصول المتداولة يتساءل البعض ماذا يقصد بحساب التسعيرة حساب التسعيرة هو حساب وسيط سوف يتم إقفال الاعتمادات في حساب التسعيرة ومن ثم إقفال حساب التسعيرة في المخزون فإذا ما بحثنا عن أصول المتداولة حسابات وسيطة أو أرصدة مدينة أخرى حسابات وسيطة مثلا والبعض يسميها أرصدة مدينة أخرى نلاحظ أن حساب التسعيرة موجود كحساب رئيسي إذا لم يكن موجود نقوم بإضافته الآن نفرع منه حسابا فرعيا بالدولار بعملة الفاتورة ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة سوف يكون الرقم هو واحد اثنين واحد الحساب الرئيسي الحساب التسعيرة طبعا هذا الحساب بالدولار الحساب الرئيسي اللي هو حساب التسعيرة 12802 ثم نسميه التسعيرة دولار فرعي طبعاً ثم نختار دولار ثم حفظ ويتم إضافة حساب التسعيرة في شاشة الحسابات الوسيطة يتم الخروج من الدليل دخول إدارة الحسابات، تهيئة النظام، الحسابات الوسيطة، ونقوم بإدخال حساب التسعيرة بالضغط على F9 ونبحث على حساب التسعيرة، ثم نقوم بعملية الحفظ. بعد قيامنا بإدخال حساب التسعيرة، الآن نقوم بإدخال حساب آخر هو حساب الأصناف المفقودة. نعود إلى الدليل المحاسبي. الأصناف المفقودة يتم إضافته في جانب الأصول المتداولة. فيتم الضغط على زر البحث ثم اف تسعة الاصول الاصول المتداولة ارصد مدينة اخرى او الحسابات الوسيطة نلاحظ وجود حساب رئيسي يسمى حساب الاصناف المفقودة يتساءل البعض ماذا يقصد بحساب الاصناف المفقودة اذا ما عدنا الى فواتير المشتريات التي تم تنفيذها وقمنا بالخروج والذهاب إلى إدارة المشتريات فواتير المشتريات وقمنا بالبحث على فاتورة المشتريات نجد أن الكمية التي تم شراؤها 230 حبة بينما الكميات الواصلة فعلا في إذن التوريد المخزني الضغط على زر البحث هي 220 حبة أي أن هناك أصناف مفقودة بعدد عشر حبات قيمة أو تكلفة هذه الأصناف سوف تجمع أو سوف يتم إدخالها في حساب يسمى حساب الأصناف المفقودة لذلك لابد أن نقوم بإضافة حساب الأصناف المفقودة في الدليل المحاسبي ثم إضافته في, في الحسابات الوسيطة يتم الدخول الدليل المحاسبي الأصناف المفقودة تندرج ضمن الأصول المتداولة نقوم بضغط على زر البحث ثم اف تسعة اصول اصول متداولة البعض يسمي الحساب الرئيسي ارصدة مدينة اخرى التي تدخل او تندرج تحته الاصناف المفقودة والبعض الاخر يسمى الحسابات الوسيطة نلاحظ وجود حساب يسمى حساب الاصناف المفقودة اذا لم يكن هذا الحساب موجود كحساب رئيسي نقوم باضافته الأصناف المفقودة رقمها واحد اثنين صفر ثلاثة أي أن حساب الأصناف المفقودة بالدولار بعملة الفاتورة سوف يكون رقمه واحد اثنين صفر ثلاثة صفر صفر واحد فإذا ما كانت العملة بالريال السعودي نقوم بإدخال الأصناف المفقودة بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي حسب عملة الفاتورة لإضافة الأصناف المفقودة بالدولار ما علينا إلا الضغط على زر الإضافة ثم رقم الاصناف المفقودة واحد اثنين ثمانية صفر ثلاثة صفر صفر واحد الحساب الرئيسي للاصناف المفقودة بالدولار هو الحساب الرئيسي ظهر امامكم واحد اثنين ثمانية صفر ثلاثة ثم نقوم بكتابة الاسم الاصناف المفقودة بالدولار نوع الحساب فرعي ثم نختار عملة دولار ثم عملية الحفظ بعد قيامنا بإضافة حساب الأصناف المفقودة في الدليل المحاسبي يجب أن نقوم بإضافته في شاشة الحسابات الوسيطة. فنخرج من الدليل المحاسبي نذهب إلى تهيئة النظام حسابات الوسيطة ثم عند حقل الأصناف المفقودة يتم الضغط على زر F9 ثم البحث على حساب الأصناف المفقودة. طبعاً حساب رئيسي لأنه يتفرع منه بالريال وبالدولار حسب عملة الفاتورة. ثم نقوم بعملية الحفظ. نكون بهذا قد اكملنا ادخال كل من حساب المورد في, في جانب الخصوم المتداولة ضمن الموردين الخارجيين ثم قمنا باضافته في شاشة بيانات الموردين في المدخلات الأساسية في ادارة المشتريات كذلك قمنا باضافة الاعتمادات الخاصة بالفاتورة حسب الطريقة المستخدمة ثم بعد ذلك أضفنا حساب الأصناف المفقودة في جانب الأصول المتداولة. وكذلك حساب التسعيرة بعملة الفاتورة طبعاً. ثم أضفناها في الحسابات الوسيطة. الآن ننتقل إلى الخطوات التنفيذية العملية لعمل فاتورة مشتريات خارجية. فنخرج من إدارة الحسابات. نذهب إلى إدارة المشتريات. العمليات، فواتير، المشتروات، نقوم الآن بتنفيذ العملية أو الفاتورة طبعاً الفاتورة، الفاتورة الخاصة بنا نقوم بعرضها، الأصناف ظاهرة أمامكم، أسماء الأصناف، الكميات، تكلفة الشراء نقوم بإدخال هذه الكميات. وتكلفه الشراء في فاتوره المشتريات على النحو التالي ما عليك الا الضغط على زر الاضافه الفاتوره آجل ثم نقوم باختيار رقم المورد اما بالضغط على F9 واختيار شركه الراشد او يتم البحث من خلال اسم الحساب خصوصا اذا كان عدد الحسابات كثيره او عدد الموردين كثير فما عليك في هذا الحقل إلا إدخال رمز النجمة ثم كتابة اسم الحساب راشد أو جزء من اسم الحساب ثم اف 9 نلاحظ ظهور اسم الحساب هذه الطريقة تسمى طريقة البحث من خلال اسم الحساب سوف تظهر عملة الفاتورة الآن نقوم بإدخال الأصناف التي تم شراؤها هناك عدة طرق لإضافة الأصناف إما الضغط على اف 9 واختيار الصنف أو ادخال رقم الصنف مباشرة صفر صفر واحد شرطة صفر صفر واحد في حال كنا حافظ له أو البحث من خلال اسم الصنف فيتم ادخال رمز النجمة ثم مثلا سامسونج نكتب اسم الصنف أو جزء من اسم الصنف ثم اف تسعة نلاحظ ظهور الأصناف التي تحتوي على كلمة سامسونج مثلا تلفون سامسونج اس 5 نقوم بالضغط عليه مرتين نلاحظ ظهور اسم الصنف نعود الى رقم الصنف وتحرك بالتاب نلاحظ ظهور اسم الصنف كاملا نقوم بادخال الكميه الكميه الخاصه بنا 300 سامسونج اس 5 المبلغ 350 اذا 300 التكلفه 350 ثم الطريقه الثانيه من طرق إضافة الأصناف كما شرحنا سابقا مثلا إف 9 تلفون سامسونج نوت 5 نقوم باختياره الكمية التي تم شراؤها 150 بسعر 400 دولار 150 400 دولار ثم تلفون آيفون 6 رمز النجمة آيفون البحث من خلال اسم إف 9 آيفون 6 نعود مرة أخرى إلى رقم الحساب ثم التحرك بالتاب الكمية التي تم شراؤها 230 ب 450 دولار التكلفة 450 دولار نلاحظ ظهور إجمالي الفاتورة نقوم بتوضيح البيان لكم قيمة بضاعة فاتورة رقم طبعا عند شرائنا من المورد سوف نحصل على فاتورة شراء يتم ادخال رقمها هنا مثلا خمسة 5 5 ثم نقوم بعملية الحفظ حفظ اذا ما اردنا مثلا طباعة الفاتورة طباعة نعم سوف تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر امامكم شركة الراشد، رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة، ثم أسماء الأصناف، الكمية، سعر الحبة، ثم الإجمالي. بعد عملية إضافة هذه الفاتورة، لابد أن يتم حفظ هذا المبلغ، مبلغ الإجمالي، الإجمالي النهائي. ويتم حفظه أو تسجيله في ورقة خارجية، لأن هذا المبلغ سوف يتم إثباته في القيد اليومي عند إثبات قيمة الاعتماد. الخاص بهذه الفاتورة لذلك لابد أن يتم حفظ هذا المبلغ 268500 دولار في ورقة خارجية أو أن يتم حفظه الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية من خطوات فواتير المشتريات الخارجية وهي عمل القيد المحاسبي التالي لإثبات قيمة الفاتورة وإثبات قيمة الاعتمادة أو عمل سندات صرف نستطيع عمل قيد يومية لإثبات قيمة الاعتمادات أو عمل سندات صرف. فنخرج من إدارة المشتريات، نذهب إلى إدارة الحسابات، العمليات، نستطيع عمل قيود يومية لإثبات قيمة الاعتمادات والحسابات التي تم الصرف منها أو نستطيع عمل سندات صرف. نقوم باستخدام الطريقة الأولى عمل قيود يومية ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة ثم التحرك بالتاب نلاحظ ظهور تاريخ آليا رقم مستند آليا ثم ننتقل إلى أسفل الشاشة نلاحظ ظهور عمود خاص برقم الحساب اسم الحساب الطرف المدين والطرف الدائن طبعا في الطرف المدين سوف نقوم بإدخال الاعتمادات أي حسابات الاعتمادات التي تم فتحها في الأصول المتداولة أما الطرف الدائن فيتم إدخال حساب المورد الذي تم الشراء منه إذا كان آجل أو حساب الصندوق إذا كان نقد وكذلك إدخال الحسابات التي تم الدفع منها فيتم تنفيذ القيمة المحاسبي على النحو التالي يتم إدخال رقم الحساب إما من خلال الضغط على F9 والبحث على الاعتماد وهذه طريقة طويلة أو ادخال رقم الاعتماد في حالة كنا حافظين لرقم الاعتماد 12701 كحساب رئيسي ثم إف 9 نلاحظ ظهور أرقام الحسابات الخاصة بالاعتمادات أو البحث من خلال اسم الحساب يتم الذهاب إلى حقل اسم الحساب ثم نجمع ثم نكتب مثلا اعتماد فاتورة راشد أو نكتب فقط راشد إف 9 نلاحظ ظهور اعتماد فاتورة راشد، نقوم بالضغط عليها مرتين. ثم في البيان نوضح أو نشرح العملية إثبات قيمة الاعتماد الخاص بفاتورة راشد. طبعاً هذا البيان سوف يظهر في كشف حساب الاعتمادات. ثم في الطرف المدين يتم إدخال مبلغ الفاتورة الذي تم حفظه قبل قليل. فإذا ما عدنا إلى الفاتورة الخاصة بنا فاتورة المشتريات العمليات فواتير المشتريات ثم اف تسعة الفاتورة الخاصة بنا نلاحظ أن مبلغ الفاتورة هو مئتين وثمانية وستين ألف وخمسمائة دولار نقوم بإدخاله في شاشة القيود اليومية مئتين مئات دولار سيقوم النظام بضربه في سعر الصرف وتحويله إلى المحلي الآن نقوم بإدخال الاعتماد الآخر وهو اعتماد الشحن يتم البحث من خلال اسم الحساب شحن ثم اف تسعة واختياره أو إدخال رقم الاعتماد مباشرة واحد اثنين سبعة اف تسعة اختياره. ثم نفس الطريقة إثبات اعتماد الشحن فاتورة راشد يتم كتابة البيان ونقوم بإدخال المبلغ اعتماد الشحن الخاص بهذه الفاتورة هو مبلغ 2000 دولار دفعة من الصندوق دولار نقوم بكتابته 2000 دولار ثم نقوم بإدخال الاعتماد إما البحث من خلال اسم الحساب أو إدخال رقم الاعتماد اعتماد تأمين أو أن نقوم بإدخال مباشرة في حالة كنا حافظين لرقم الاعتماد نفس الطريقة إثبات اعتماد تأمين فاتورة راشد نقوم بكتابة ونقوم بإدخال المبلغ الذي تم دفعه ألف دولار بناء على المبلغ في الفاتورة تأمين ألف دولار دفع من الصندوق دولار ثم نقوم الآن بإدخال الجمارك بالبحث من خلال اسم الحساب الجمارك مثلا اعتماد الجمارك ونقوم باختياره أو إدخال جزء من رقم الاعتماد الرئيسي ثم f تسعة اعتماد الجمارك نفس الطريقة إثبات اعتماد جمارك فاتورة راشد طبعا بخمسمائة ألف ريال إذا ما عدنا الفاتورة الجمارك تم دفع خمسمائة ألف ريال دفعت من الصندوق ريال كذلك مصروفات أخرى اف تسعة اعتماد مصروفات أخرى اثبات اعتماد مصروفات أخرى فاتورة راشد مبلغ ألف أو مئة ألف ريال حسب الفاتورة مئة ألف ريال دفعت من الصندوق ريال الحساب الأخير هو مصروفات بنكية دفعت من بنك التضامن مصروفات بنكية نقوم باختياره ثم إثبات مئتين دولار واعتماد مصروفات بنكيه ال 200 دولار دفعت من بنك التضامن دولار. الان قمنا بادخال الطرف المدين وهي قيمه الاعتمادات. الان نقوم بادخال الطرف الدائن. الطرف الدائن يمثل ما يلي. اعتماد الفاتوره والذي مبلغه 268500 دولار يقابله في الطرف الدائن المورد شركه الراشد. فنقوم بادخاله في الطرف الدائن طبعا يتم البحث من خلال اسم الحساب او رقم الحساب نجمة راشد اف تسعة شركة الراشد في البيان لكم قيمة بضاعة في الطرف الدائن ونقوم بكتابة المبلغ الذي هو مئتين وثمانية وستين ألف وخمسمائة دولار اذا الطرف الدائن والذي هو شركه الراشد يقابل قيمه الاعتماد في الطرف المدين اعتماد شحن دولار والتي دفعت من الصندوق دولار واعتماد التامين دولار والذي دفع من الصندوق دولار يقابل في الطرف الدائن حساب الصندوق دولار لان الاعتماد والشحن واعتماد التأمين دفعاء من الصندوق دولار فنقوم بإدخاله حساب الصندوق دولار نقوم بإدخال رقم الصندوق أو البحث من خلال الحساب. اسم الحساب صندوق دولار البيان سداد الشحن والتأمين الإجمالي 2000 خاص بالشحن و1000 بالتأمين 3000 دولار نعود مرة أخرى للطرف المدين الجمارك 500000 ألف ريال مصروفات أخرى مئة ألف ريال هذين الاعتمادين دفعا من الصندوق ريال إذا في الطرف الدائن يقابل صندوق ريال نقوم بالبحث على صندوق ريال من خلال اسم نجمة صندوق ريال ونقوم باختياره البيان سداد الجمارك اقرا المبلغ 500 جمارك و100 مصروفات اخرى طبعا 500000 و100000 اذا 600000 ريال الحساب الاخير المصروفات البنكية دفعت ببنك التضامن دولار ب 200 دولار نقوم بإدخاله نبحث على بنك التضامن بنك التضامن دولار البيان سداد 200 دولار الآن قمنا بإدخال الطرف الدائن والمبالغ التي دفعت الخاصة بالاعتمادات وفي, وفي المقابل قمنا بإدخال الطرف الذي تم الدفع منه فالاعتمادات مثل طرف مدين والحسابات التي تم الدفع منها طرف دائن قبل عملية الحفظ لابد ان يتم اختيار رقم المورد نلاحظ هناك حقل خاص برقم المورد شركة الراشد والذي تم اضافته في شاشة بيانات الموردين فيتم انزال هذا السهم ثم نقوم بعمليات اختياره ثم الحفظ الان نقوم بادخال هذا المبلغ في اعلى الشاشة نقوم بكتابه المبلغ الاجمالي المبلغ الظاهر امامكم الان نقوم بعمليه الحفظ بعد ان قمنا بادخال الطرف المدين والمبالغ والطرف الدائن والمبالغ وقمنا باختيار رقم المورد امام حساب المورد نقوم الان بعمليه الحفظ بعد ادخال الاجمالي في على الشاشه نقوم بالحفظ ولابد أن نقوم بترحيل القيد اليومي، فنخرج من شاشة القيود اليومية ونذهب إلى قائمة الترحيل، قيود يومية، ونقوم بالضغط على السند مرتين، ثم ترحيل. إذا ما أردنا استعراض القيد بالزر الأيمن، ثم نقوم بعملية ترحيل. الآن، وبعد قيامنا بتنفيذ القيد اليومي، نعود مرة أخرى إلى إدارة المشتريات. العمليات فبعد قيامنا بعمل فاتورة المشتروات والقيد اليومي وترحيله نقوم بعمل إذن التوريد المخزني وإذن التوريد يمثل محضر فحص واستلام أي إدخال الكميات الواصلة فعلا إلى المخازن فيتم الضغط على زر الإضافة ثم اختيار فواتير المشتريات نلاحظ نزول الكميات ثم نقوم بإدخال الكميات الواصلة فعلا تلفون ايفون 6 في فاتوره المشتريات مسجل 230 اذا ما عدنا الى المثال الخاص بنا 230 بينما الكميات الواصله فعلا 220 اذا في اذن التوريد المخزني يتم ادخال كمية الواصله فعلا ثم نقوم باختيار المخزن مثلا المخزن الرئيسي ثم نقوم بعمليه الحفظ. الخطوه الاخيره من خطوات فواتير المشتريات الخارجيه هي عمليه احتساب التكلفه فنخرج نذهب الى العمليات تكلفه المشتريات الخارجيه نقوم بالضغط على زر الاضافه ثم عرض الفواتير غير المحسوبه نقوم باختيارها ثم نقوم بادخال الاعتماد طبعا بعد اختيار الطريقه المناسبه طريقه الفوب اما اذا كانت سي اي اف فنلاحظ ان الشحن والتامين لا يظهران او غير مفعلين او طريقه السي اف الشحن فقط نحن استخدمنا طريقة الفوق نقوم بإدخال أرقام الاعتمادات إما بالضغط على F9 والبحث وهذه طريقة طويلة بعض الشيء أو من خلال إدخال رقم الاعتماد واحد اثنين سبعة صفر اعتماد الفاتورة ثم F9 ونقوم بإنزال الحسابات في هذه الشاشة إما بالضغط عليها مرتين بالشكل الظاهر أمامكم أو نقوم بإدخال رقم الاعتماد ونقوم بعملية السحب نجعل المربع الأسود في فوق الحساب ثم بالزر الأيمن للماوس نقوم بعملية السحب شحن ثم تأمين بالزر الأيمن تأمين ثم جمارك ثم مصروفات أخرى سحب ثم مصروف مصاريف بنكية الآن نقوم بالضغط على الآلة الحاسبة لاحتساب التكلفة نلاحظ أن النظام الآن قام بتوزيع هذه المصاريف المختلفة على جميع الأصناف أي أنه حمّل كل صنف من هذه الأصناف بما يخصّه من المصاريف المختلفة. الآن نقوم بعملية الحفظ، ثم نقوم بإقفال الاعتماد، وعند عملية الإقفال، يقوم النظام بتنفيذ قيود محاسبية مختلفة، فيقوم بإقفال الاعتمادات في التسعيرة، ويقوم بإقفال التسعيرة في حساب المخزون. الان انتهينا من عمل فاتوره المشتريات الخارجيه، قمنا بشرح اهم الخطوات بشكل نظري، ثم قمنا بإدخال الحسابات، ثم قمنا بعمل خطوات تدريجيه وتنفيذيه للخطوات الخاصه بالمشتريات الخارجيه، الخطوه الاخيره هو عمليه الترحيل، فنخرج نذهب الى اداره الحسابات. فواتير المشتريات نقوم بالضغط على فاتورة ثم نقوم بالتأشير على الفاتورة التي تم تنفيذها رقم اثنين ثم ترحيل فإذا ما أردنا مثلا طباعة كشف حساب شركة الراشد يتم الدخول إلى إدارة الحسابات تقارير كشوفات الحسابات الحسابات الفرعية ويتم إما الضغط على إفتس أو اختيار شركة الراشد أو البحث من خلال اسم الحساب. ندخل رمز النجمة ثم راشد ثم اف تسعة شركة الراشد ثم نقوم بعملية الطباعة نلاحظ ظهور الكشف الخاص بشركة الراشد والتاريخ قيد اليومية تنفيذ وإثبات عملية شراء بالآجل ثم المبلغ الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم نكون بهذا قد أوضحنا خطوات فواتير المشتريات الخارجية طبعا فواتير المشتريات يتم اتباع نفس الخطوات السابقة في حالة كانت الطريقة المستخدمة طريقة السي اي اف يتم ادخال الاعتماد مع عدا الشحن والتأمين وكذلك CV في ادخال جميع الاعتماد مع عدا الشحن وكذلك يتم اتباع نفس الخطوات السابقة في حالة تم الشراء نقدا أنه لن يتم إضافة حساب الصندوق في بيانة الموردين وإنما سيتم إدخاله مباشرةً وتنفيذ فاتورة المشتريات بنفس الخطوات ونفس الإجراءات التي تم تنفيذها سابقًا هناك العديد من الرسائل التي قد تظهر عند استخدام او عند تنفيذ فواتير المشتريات الخارجيه فمثلا عند قيامنا بالذهاب الى اداره المشتريات الخارجيه العمليات تكلفه المشتريات وقمنا بالضغط على زر الاضافه واختيار الفاتوره التي نريد انزال المصاريف والاعتماد الخاصه بها وقمنا بادخال حساباتها 12701 هذا اعتماد فاتوره الراشد وقمنا بسحبها سحب الحسابات الخاصه بها يتم السحب من خلال الزر الايمن للماوس الان عند قيامنا بالضغط على الاله الحاسبه لاحتساب التكلفه سوف تظهر الرساله التاليه تعارض في المبلغ الإجمالي بين الفاتورة والاعتماد. مبلغ الفاتورة 268500 دولار، مبلغ الاعتماد صفر. نلاحظ هذه الفاتورة تعارض في المبلغ الإجمالي بين الفاتورة والاعتماد. مبلغ الفاتورة 268500 دولار، مبلغ الاعتماد صفر. تظهر هذه الرسالة عندما لا نقوم بترحيل القيد. اليومي. فبعد تنفيذ القيد اليومي الذي من خلاله قمنا بتنفيذ قيمة الاعتماد لابد ان نقوم بترحيل القيد اليومي. لذلك نعود مرة اخرى الى ادارة الحسابات، العمليات، قيود اليومية. هذا القيد اليومي الذي تم تنفيذه والذي من خلاله قمنا باثبات قيمة الاعتمادات في الطرف المدين. وادخال الطرف الدائن الذي يقابل تلك الاعتمادات لابد ان نقوم بترحيله. اذا لم نقم بترحيله سوف تظهر الرساله الظاهره في تكلفه المشتريات الخارجيه تعارض بلغ الاعتماد اذا نقوم بعمليه ترحيل ذلك القيد ترحيل قيود يوميه نضغط على المستند مرتين ثم نقوم بعمليه ترحيل الان اذا ما عدنا مره اخرى الى فواتير المشتريات وقمنا بالضغط على زر الاله الحاسب لاحتساب التكلفه نلاحظ عدم ظهور تلك الرساله اذا تلك الرساله تقول هناك تعارض بين مبلغ الفاتوره والاعتماد صفر تظهر بسبب عدم قيامنا بترحيل القيد اليومي او سندات الصرف التي تم تنفيذها والتي من خلالها تم اثبات قيمه الاعتماد سواء كان اجل او نقد. الان نقوم بعرض رساله اخرى تظهر عند احتساب تكلفه المشتريات الخارجيه. في بعض الاحيان بعد قيامنا باحتساب تكلفه المشتريات الخارجيه وعندما نريد اقفال الاعتماد اي تصفير قيمه الاعتمادات واقفالها في حساب التسعيره وتصفير قيمه التسعيره واقفاله في حساب المخزون فاننا عندما نقوم بالضغط على اقفال الاعتماد نلاحظ ظهور الرساله التاليه: الاعتماد حساب التسعيره غير موجود في الحسابات الوسيطه سبب ظهور هذه الرساله هو انه يجب ان نقوم باضافه حساب التسعيره كحساب وسيط في الدليل المحاسبي في جانب الاصول المتداوله ثم اضافته كذلك في الحسابات الوسيطه ولحل هذه الرساله سوف نخرج من شاشة تكلفة المشتريات نذهب إلى إدارة الحسابات الدليل المحاسبي ونتأكد هل حسابات التسعيرة مضافة ولا لا يتم الضغط على زر البحث ثم F9 الأصول الأصول المتداولة حسابات الوسيطة حساب التسعيرة نلاحظ أنه حساب رئيسي نقوم بالضغط عليه. نلاحظ أن حساب التسعيرة بالدولار مضاف، أي أن عملة الفاتورة دولار وحساب التسعيرة مضاف في الدليل المحاسبي. الخطوة الأولى تم حلها. الخطوة الثانية كي لا تظهر تلك الرسالة، يتم الخروج من الدليل المحاسبي، الذهاب إلى تهيئة النظام، الحسابات الوسيطة. نلاحظ أن حساب التسعيرة غير مضاف في الحسابات الوسيطة، نقوم بإضافته، بالضغط, بالضغط على F9 ونبحث على حساب التسعيرة. ثم نقوم الآن بعملية الحفظ، الآن إذا ما عدنا مرة أخرى إلى إدارة المشتريات، العمليات، تكلفة المشتريات الخارجية، وقمنا بالبحث على الاعتماد الذي قمنا بتنفيذه قبل قليل بالضغط على زر البحث ثم اختياره، الآن عند قيامنا بإقفال الاعتماد نلاحظ أن الرسالة لن تظهر، نلاحظ أنه تم إقفال الاعتماد. أي أن القيد المحاسب الذي قام النظام بتنفيذه عند إقفال الاعتماد هو على النحو التالي عند إثبات القيد الخاص بالاعتمادات كان القيد المحاسبي من حساب الاعتمادات إلى حساب الموردين والصندوق والبنك الآن سوف يتم تصفير حساب الاعتمادات في حساب التسعيرة فمجرد الضغط على زر الإقفال يقوم القيد بتنفيذ القيد الحالي يقوم النظام بتنفيذ القيد الحالي من حساب التسعيرة إلى حساب الاعتمادات ثم يتم تصفير حساب التسعيرة وإقفاله في المخزون فيكون القيد آليا طبعا من حساب المخزون إلى حساب التسعير نقوم الآن بعرض رسالة أخرى تظهر عند ترحيل فاتورة المشتريات الخارجية هي على النحو التالي نذهب إلى الحسابات ترحيل ونقوم بترحيل فواتير المشتريات التي تم تنفيذها الخارجية نقوم باختيار الفاتورة بالضغط عليها مرتين والتأشير على ترحيل نلاحظ أننا عند قيامنا بعملية الضغط على زر الترحيل لفواتير المشتريات الخارجيه تظهر الرساله التاليه يجب تحديد حساب وسيط للاصناف المفقوده بالعمله دولار عمله الفاتوره دولار وهنالك اصناف مفقوده اذا عند ترحيل فاتوره المشتريات سوف تظهر هذه الرساله لحل هذه الرساله يجب اولا اضافه حساب الاصناف المفقوده في الدليل المحاسبي في جانب الاصول المتداوله بالدولار بعمله الفاتوره ثم إضافة الحسابات الوسيطة أو إضافة حساب وسيط الأصناف المفقودة في شاشة الحسابات الوسيطة ولحل هذا الرسالة نخرج من شاشة الترحيل نذهب إلى المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي ونقوم بإضافة حساب وسيط الأصناف المفقودة أو التأكد أنهم موجود ما عليك إلا الضغط على زر البحث ثم افتسعه الأصول الأصول المتداولة الصيدة مدينة أخرى أو الحسابات الوسيطة، ونلاحظ أن حساب الأصناف المفقودة موجود، نقوم بفتحه. إذا الأصناف المفقودة بالدولار مضافة. إذا تم تنفيذ الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو أن يتم إضافة أو الذهاب إلى تهيئة النظام، حسابات الوسيطة في إدارة الحسابات طبعا، ونلاحظ أن حساب الأصناف المفقودة في الحسابات الوسيطة غير موجود. نقوم بإدخاله ما عليك إلا الضغط على F9 والبحث على الأصناف المفقودة ثم نقوم بعملية الحفظ الآن إذا ما ذهبنا إلى قائمة الترحيل فواتير المشتروات والضغط على الفاتورة مرتين ثم الترحيل نلاحظ أن النظام المتكامل بعد قيامنا بإضافة حسابات وسيطة للأصناف المفقودة بالدليل المحاسب بالدولار وإضافتها في شاشة الحسابات الوسيطة سوف يسمح بترحيل فاتورة المشتريات الخارجية. نقوم الآن بعرض مثال آخر أو رسالة أخرى قد تظهر عند استخدام فواتير المشتريات الخارجية على النحو التالي. من الأخطاء التي يرتكبها العديد من مستخدمي نظام المتكامل عند تنفيذ فواتير المشتريات الخارجية أنه بمجرد الذهاب إلى إدارة المشتريات العمليات فواتير المشتريات وعمل فاتوره مشتريات بالشكل الظاهر امامكم فانه بمجرد عمل الفاتوره يذهب من اجل ترحيل هذه الفاتوره وعند عمليه الترحيل سوف تظهر الرساله التاليه فواتير المشتريات ترحيل تظهر الرساله التاليه تقول الرسالة يجب توريد أصناف الفاتورة رقم اثنين إلى المخازن قبل الترحيل نحن نعلم أن هنالك خطوات يجب استكمالها عند تنفيذ فاتورة المشتروات الخارجية فبعد تنفيذ فاتورة مشتروات يجب عمل قيد يومي ثم توريد تلك الأصناف في إذن التوريد المخزني ثم احتساب التكلفة لكن من الأخطاء التي يتم استخدام أنه يعتقد بمجرد عمل فاتورة مشتروات وعدم عمل إذن توريد أو تكلفة مشتريات أن النظام سوف يسمح بعملية ترحيل خطأ إذا لحل هذه الرسالة يجب أولا الذهاب إلى إدارة المشتروات العمليات بعد قيامنا بعمل فاتورة المشتروات بالشكل الظاهر أمامكم لابد أن نقوم بعمل إذن توريد مخزني لإيصال الأصناف الواردة فعلا وإدخالها إلى المخازن فالعمليات إذن التوريد إضافة يتم الضغط على فواتير المشتروات واختيارها، إدخال الكميات الواصلة فعلاً ايفون وبقية الاصناف، ثم المخزن الرئيسي، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن نلاحظ أن الرسالة السابقة لن تظهر، يجب توريد الأصناف قبل الترحيل. لكن تظهر رسالة أخرى، إذا ما ذهبنا إلى إدارة الحسابات، ترحيل، فواتير المشتريات الضغط على الفاتورة مرتين ثم ترحيل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان النظام يطلب منك رس او يظهر تظهر لك رسالة اخرى في النظام فاتورة الشراء غير محسوبة التكلفة، نحن نعلم ان فاتورة المشتروات يجب ان تتم بعده مراحل فبعد قيامنا بعمل الفاتورة لابد من ادخال الاصناف في اذن التوريد المخزني ثم تنفيذ القيد المحاسبي ثم الدخول الى شاشة تكلفة المشتروات الخارجية واحتساب التكلفة ولحل هذه الرسالة لابد من الخروج من إدارة الحسابات الذهاب إلى إدارة المشتريات العمليات فبعد قيامنا بعمل فاتورة مشتروات وإدخال الكميات الواصلة في علم خلال ابن التوريد نذهب إلى تكلفة المشتروات الخارجية ونقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نختار الفاتورة التي نريد احتساب تكلفتها ونقوم بإدخال الحسابات الخاصة بهذا الاعتماد إما بالضغط على اف 9 أو ادخال رقم الاعتماد الذي قمنا بادخاله وتنفيذ العملية عليه ثم نقوم بالضغط عليه مرتين أو من خلال السحب اف 9 ثم نقوم بجعل مربع عند الحساب المرات سحبه ثم بالزر الايمن للماوس سحب نضغط عليه كذا مرة بشكل مستمر ثم نقوم بعملية سحب تأمين اعتماد الجمارك مصروفات أخرى مصروفات بنكية الآن نقوم بالضغط على زر احتساب التكلفة والحفظ وإقفال الاعتماد الآن تعتبر هذه الخطوة الأخيرة من خطوات فواتير المشتروات الخارجية أي احتساب التكلفة وتحميل كل صنف من أصناف الفاتورة بما يخصه من المصاريف المختلفة. الآن نستطيع القيام بعملية التأثير المحاسبي والمالي من خلال الترحيل، فنذهب إلى إدارة الحسابات، ترحيل، فواتير المشتروات، نضغط على الفاتورة مرتين، ثم ترحيل. نلاحظ أن النظام يسمح بعملية الترحيل. نكون بهذا قد شرحنا أهم الرسائل التي ربما تظهر عند استخدام فواتير المشتروات الخارجية واحتساب تكلفة المشتروات الخارجية في نظام يمن سوفت المتكامل. هنالك رسالة أخرى ربما تظهر لمستخدمي نظام المتكامل في شاشة تكلفة المشتروات الخارجية فإذا ما ذهبنا إلى إدارة المشتريات وذهبنا إلى تكلفة المشتروات الخارجية. فإننا عند قيامنا بإنزال الحسابات الخاصة بالاعتمادات ومحاولة الضغط على زر الآلة الحاسبة لاحتساب التكلفة تظهر الرسالة التالية: تعارض في المبلغ الإجمالي بين الفاتورة والاعتماد. تعارض في المبلغ الإجمالي بين الفاتورة والاعتماد. فمبلغ الفاتورة هو 268500 دولار بينما مبلغ الاعتماد 265000 ريال تظهر هذه الرسالة بسبب أن مستخدم نظام المتكامل أدخل في القيد المحاسبي مبلغا غير صحيح يختلف عن مبلغ الفاتورة فإذا ما خرجنا من هذه الشاشة وذهبنا إلى العمليات فواتير المشتروات ثم قمنا بالضغط على زر البحث واخترنا الفاتورة الخاصة بنا نلاحظ أن مبلغ الفاتورة هو 268500 الف دولار فإذا ما ذهبنا إلى القيد المحاسب في إدارة الحسابات والتأكد من مبلغ القيد الذي تم إدخاله في في هذه الشاشة وقمنا بالضغط على زر التعديل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان اعتماد الفاتورة تم إدخال مبلغ خاطئ 265 ألف دولار وأمام المورد كذلك 265 ألف دولار بينما المبلغ الحقيقي الموجود بالفاتورة هو 268500 دولار إذا لابد أن نقوم بعملية تعديل هذا القيد في حاله كان القيد مثلا مرحل يتم الغاء اذا كان هذا القيد مثلا مرحل ونريد تعديله ما عليك الا الدخول الى اداره النظام الغاء الترحيل القيد اليومي وكتابه القيد المراد الغاء ترحيله او الضغط عليه مرتين واختياره ثم بعد ذلك نقوم بعمليات التعديل بحث الآن نقوم بالضغط على زر التعديل ونقوم بإدخال المبلغ الحقيقي مئتين وثمانية وستين ألف وخمسمائة دولار هذا المبلغ هو المبلغ الموجود فعلا في فاتورة المشتريات تم إدخال المبلغ الحقيقي أمام اعتماد الفاتورة ثم ننتقل إلى الطرف الدائن. وأمام حساب شركة الراشد نقوم بإدخال المبلغ 268500 دولار ثم نقوم في أعلى الشاشة بتغيير المبلغ الإجمالي وإدخاله إدخال هذا المبلغ خمسة تسعة ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نذهب لترحيل القيد اليومي فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى فاتورة المشتريات العمليات تكلفة المشتريات الخارجية وقمنا بإنزال الفاتورة المرد احتساب تكلفتها وسحب الاعتمادات الخاصة بها اعتماد الفاتورة اعتماد الشحن اعتماد التأمين الجمارك يتم الضغط بالزر الأيمن للموس بشكل مستمر والسحب مصروفات أخرى مصروفات بنكية الآن عند احتسابنا لزر التكلفة لن تظهر تلك الرسالة لأننا قمنا بإدخال مبلغ الفاتورة في القيد اليومي نلاحظ عدم ظهور الفات... آه، تلك الرسالة ثم نقوم الآن بعملية الحفظ وإقفال الاعتماد ونذهب إلى إدارة الحسابات ونقوم بترحيل فاتوره المشتريات